عدنا جملة من الأشياء مولانا، قد نتعصب إلى الدم، نتعصب للعرق مقابل أدياننا. فلا نستكثر على قوم شعيب، أن قوم شعيب يقولوا لا صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هاي عبادة آباءكم كانوا غلطانين. يعني ما يكون أبوك غلطان يا أخي راجع نفسك أنت، مش هاي المصيبة. احنا عندنا بين المذاهب الإسلامية تراكمات من النوع، عندنا تراكمات بين المذاهب الإسلامية. يعني أنا افتحت عيني لقيت أن مأثوراتي وكتبي اللي عندي تقول لي أن المذهب الفلاني عند كذا عند كذا. ما كلفت نفسي أراجع نفسي، هذا اللي يقولوه صدق لو كذب، لا أنا عندي ثقة، ذولا قومي ذولا أهلي. وإذا قومي معناه قومي مو على باطل. منين إجاك أنت هذا قومك مو على باطل؟ جايز يكونون على باطل، جايز يكونون محركين، وانحكت حكاية وظلت تدوي وحدها إلى اليوم. إذا راجع يا أخي راجع، يمك تراث كانت يومئذ ما كان واحد يحصل الكتاب إلا بطلع الروح. الآن بالأوفست مستعد يعطيك عشرات المجلدات بربع ساعة. إيه أخي اقرأ، طالع يا أخي طالع، هاي كتب موجودة، هذا تراث، اقرأ تراث المسلمين، اقرأ طلع شوف هذا اللي نسبوه لهم صح لو خطأ. هذا الذي ينسبونه لهم هل هو صح أم خطأ؟ يا سيدي غريب غريب. أنا أشوف لك واحد شكبرش عرضه مفتي مال بلدة ضخمة، يقول مريت بصفهان مريت بالنجف شفت عشرات من النشوان واقفات يصيحن متعة متعة. كنت شيبتك أكبر ما تستعي تكذب، لك ما تخجل تكذب، وين هالحكي هذا؟ بأي مكان هذا؟ بالنجف تفضل، هذا النجف وتفضل، هذه هاي البلدان اللي تشير إلها. يعني لما يوصل الاستهتار لهالدرجة تأمل، ويجي هذا بعد إلى الآن يؤمن بي ويصلي وراء. يقول أنت شنو، أنت عندك عقل وصقلة؟ ما أفهم يا أخي. أرجوك الله عندما أعطى الإنسان عقل قال له أوقف إلى جانب الحق وادحد الباطل، فليكن على لسانك أكو كلمة كلمة حق. تعال له هذا يقول له تعال، ليش تلوث علاقات المسلمين يا أخي؟ ليش أنت تحكي فرد أشياء ما لها منشأ أبدا ما لها وجود؟ هذا وين أنت جاي تجي إلى بلد من البلدان المقدسة مثلا، بلد علم بلد تقوى بلد صلاة بلد خدم الإسلام والمسلمين واللغة العربية، مو عيب تلوث بها الكلمات؟ طيب يختضي أكو كلمة مثلا كلمة حق، لكن لا، شلون أهلي قالوا لازم أتبع أهلي. هذا الغلط، هذا البلاء، هذا بلاء نعيشه مع الأسف. احنا يهمنا وحدة المسلمين قبل ان يهمنا وجود اشخاص يترفهون على عظامنا، يترفهون على دماءنا، على وحدتنا. احنا المفروض ان لا اله الا الله تجمع المسلمين، فينبغي ان يكون مصلحة مجموع المسلمين اهم من مصلحة الافراد اللي يجون يمزقون وحدة المسلمين.